أنا إخوان الأعزاء، أثناء الجولة بمشتل السيد عويس الحطاب التقينا بنخبة من عشاق الزراعة. دكتور السلام عليكم. أهلا وسهلا. شلونك أستاذ؟ سلمك أستاذ أبو عبد الرحمن، الله يحفظك. دكتور الأجواء الأستاذ، إحنا هسه اجتمعنا يم التين القبرصي إن شاء الله، يعني شنو رأيك أنه من نشوف نباتات دخلت للعراق، وأنه بهذا الوقت بهذا غزارة الإنتاج اليوم إحنا 29، شوف هسه هذا 29 بالشهر، شوف اخوان العز 29 11، شوف يا دكتور هاي، شوف اخوان طعمه حلو ذقناه. الحقيقه هو هاي الصنف هذا الموجود هذا يختلف عن الصنف العراقي الموجود. الصنف العراقي يكون انضاجه في خلال شهر تموز او بعد تموز، فتجي اجواء حاره، فالتلف اللي يصير به يصير كلش هوايه، بينما بهيش اجواء هسه التلف مالته قليل، حتى من بالجني يمكن يبقى بعد الجني 10 ايام يجوز بدون تغيير. فيعني هذه فدهم فرصه ويعني كلش ممتازه في مجال القطف والجني، ينطيك فتره حفظ اطول من الاصناف المحليه اللي عندنا اللي هي اغلبها تتلف نتيجه الخزن السيء او نتيجه ارتفاع درجات الحراره. وبنفس الوقت هو هذا هسه الموجود يعني حلاوته عالية جدا وثماره لطيفة، وإن شاء الله نتمنى كل الخير للزراعيين العراقيين والحلاويين إنه يتقدمون إلى الأمام إن شاء الله. أحسن دكتور. هسه أنا السؤال الثاني، يا ريت إنه أستغل وجودك لأنه فرصة نلقى إنسان أكاديمي يعني بهيك مكان يعني نلقاه ونلتقي به. أنت هسه هذا المشتل إنتاجه 100% عراقي، يعني من تدخل المشتل وتشوف الانتاج عراقي كليته، وهي حقيقه الثقافه والوعي مهم جدا. يعني اليوم المزارع ثقافته كلش قليله، فهي المفروض هاي دوائر الارشاد الزراعي هي اللي تقدم برامج للمزارعين، والمزارعين المفروض يزورون هيك يعني مشاتل او هيك يعني مساحات مثلا بهيك انواع اصناف جديده حتى يصدق هو يثق 100%، وبالتالي راح يتقدم على انه ياخذ هذه ويقوم بزراعتها. احسن. المهم هو احنا حقيقه دوائر الارشاد الزراعي هم تؤدي دورها اللي مطلوب من عندها حتى يعني توضح للمزارعين بانه هاي الاصناف جيده، وبنفس الوقت وقت النضج كلش مهم استاذ. نعم. وقت النضج كلش مهم، يعني احنا ساعدنا حتى بالتمور يردون ياخرون النضج عن بقيه الاصناف حتى يعني برا ما يعني يقل المحصول التمور يكون هذا ينضج جديد، خاصه البرحي والمكتوم، وبالتالي يستفاد من عنده يعني يوفر فرص واوقات ثانيه تكون الاسعار كلش جيده. احسن. فانت هسه هو هذا ممتاز جدا انه هذا التين بهذا الوقت. والغريب دكتور شوف هسه هنا هذا يعني هسه احنا هسه اليوم احنا 29 11، وهذا يعني النموات مال هاي الثمار، شوف الثمار ايش قد بي، يعني خير من الله انتاج غزير وموعد هم تخاف من عنده هسه هذا. نعم. جاء بريد. نعم. يعني بعد الثمره ما تكبر ترى، تبقى على والله تحجم يعني كثر الثمره كثر بعد ما تكبر. بس احنا على العموم يعني هيك تاريخ مثلا من نحصل هيك نبات بهيك ثمره، بصراحه يعني انا اخذت خطوه جيده، يعني هسه انا صار لي شجعت من خلال ابو عبد الرحمن انه ازرع بالبستان او بالبيت مثل هاي الاصناف. هو استاذ شوف انا شويه عمك قديم جدا. لا لا بالعكس انا لازم اتعلم يعني قديم جدا. حتى اصناف العنب اكو يحمل مرتين بالسنة، يعني اكو عنب هسه موجود بعد ما ناضج. صحيح هذا موجود. اي موجوده هي هذه، يعني هذا بالتركيب الوراثي، بالتركيب الوراثي للنبات يغيروني بالهندسه الوراثيه او يدخلون عليه. لكن انت المهم عندك انه هذا المفروض ينضج قبل ما يجي الشتاء القوي. احسنت. يجي الشتاء القوي هذا الانتاج كبير. هو يستمر، انا مجرب التين القبرصي للواحد، يعني الواحد يبدي شويه يخف ويبدي صعب النضج. الورق مالته ما يوقع بشتاء؟ لا ما يوقع. احنا اذا اجت موجات صقيع يوقع، انا عندي اذا موجات صقيع يوقع، بس اذا هذا شوف دكتور هسه هنا بينما اكو اصناف عندنا تقريبا هسه جردت الاوراق مالته، بس هسه بس شوف هذا كانما لان هو على الورقه مالته وعلى اللون مال الورقه. وانت هم خليها ببالك، يعني وجود هذا السياج
المصد هم ينطي مصدات رياح قد يكون هم سبب وهن الشتل مالتني شتل متقارب يعني شوف ماكو مسافه استاذ يعني هم اوجه لك نفس السؤال يعني يا ريت تحكي لنا عن يعني انطباعك عن انه مشتل ينتج انتاج عراقي كيف على الانتاج المحلي حقيقه اولا يوفر فرص عمل للشباب يعني البطاله نعم اثنين مثلا هذا انت يعني احنا نقول مجرب هذا يعني راح ينطينا فرصة انه مثلا ما يصير عندنا تلف بالشتول اللي نشتلها غير المستورد يعني انا مثلا جربت اشتل ورد من اصناف مختلفة وصراحة هاي الورود اللي اشتلتها مثلا من اجت كموجات الحر العالية ما قامت الحر مالتها اما الشتول اللي هنا يتم اكثارها محليا يعني بهذا المشتل وبغير مشتل يعني تتحمل متعرضة للتقسية ومتعرضة للظروف متعرضة للتقسية ومتعرضة للظروف مال المناخ مالك المناخ فوق 50 ممكن نبات يتحمله غير المناخ غير النبات اللي مجرب بصراحة طبعا انا استاذ ملتقي بيك حتى بغير مشتل اعتقد ملتقين انا وابو عبد الرحمن هناك العفو بمشتل علاء الطائي يعني نتسوق منا من مشتل سيد عبويس الفرع الثالث وبنشوف صارت فرصه تسا على التين القبرصي سويت لنا واحد على التين القبرصي استاذ انت اليوم جاي نعم اول مره مشتل من تتجول بمشتل انتاج عراقي 100% ترتاح طبعا هاي فد واحد يشعر بالفخر حقيقه يعني فكره ما مطروقه هاي ولا سامعين بها انه تين بحلو وقت هذا التين اللي تفضلت فيه التين القبرصي وتين العبيد السعودي تين العبيد السعودي ذاك الاسود طبعا اكو عندهم براون التركي واكو كادوت الامريكي كادوت الامريكي موجودات بس مو قوه هذا يعني انا شفت الكادوته ما قاوم مثل هذا على سبيل المثال التين القبرصي ويعني هسه قاعد اشوفه حتى بالمرتبه الاولى على كادوت على كادوت وعلى هذا العبيد السعودي يعني جماليه الورقه وجماليه الشتله كنفسها يعني واضحه شتله يعني شتل ناصح 100% صح ما متعرضه ساعه تدري 29 نعم التسميد والرعايه فعلا التسميد والري الصحيح يعني والارض دكتور هم خصبه هاي خصبه ما شاء الله لا ملاعب مين عندنا يعني شوف اخوان الاعزاء هذا التين القبرصي ما شاء الله فانطباعك انطباعي يعني حقيقه واحد يشعر بالسرور حقيقه من يشوف هيك منظر وهيك اهتمام احنا ثقافتنا الزراعيه حقيقه قليله وملاحظ انه الاهتمام الدوله بالزراعه والفلاح قليل بس من يشوف المواطن يهتم ويطور ويجيب الشتله الما موجوده وال الفاكهه الما موجوده او اللي طول عمرها ومو موسمها يعني حقيقه نشعر بالفخر أحسنت. يعني حقيقة احنا نشجع وحقيقة يعني نفتخر عندنا هيش انسان يعني يكاثر قد يتكار لا يكاثر النبات طبعا يعني دكتور اكو سؤال يتعلق ربما بالتخصص مالتك احنا نستغل وجودك احنا بالفترة الاخيرة قمنا نعاني من تجينا فواكه مستوردة اغلبيتها بها مواد حافظة مواد يعني ما نعرف شنو هذا بحيث انه حتى الطعم مالته بها يعني اختلاف جذري فاحنا من يصير انتاج عراقي ويعتمد على يعني التسميد العضوي بالأغذية حتى بالفواكه يخلون فد لزقة علامة انه هذا انتاجه بدون أسمدة كيميائية فاحنا هماتين هذا صار انتاج عراقي وبعيد عن الأسمدة والمبيدات اللي يعني الاكثار من عندها هم يكون اكثر صحة يمكن عفوا هو زراعه اكو زراعه عضويه نعم اللي تعتمد على التسميد الحيواني على يعني التسميد السماد الحيواني هو اسمده عضويه نعم واكو اسمده كيميائيه فهي العالم كله دا يمشي على الزراعه العضويه الزراعه العضويه اسعار المنتجات خاصه الخضر اسعارها تكون مرتفعه يعني ضعف الاخرى واكو تدري هسه الان بدت الهندسه الوراثيه لها دور كبير في تطوير الخضر والفاكهه في حجمها في لونها يعني انت تريد في شكلها يعني انت طماطايه تريدها مثل هي دائريه انت تريدها مربعه حتى نعم. تاخذ الحيز كله الموجود بالقفص نعم بالصندوق مال الطماطه فبالهندسه الوراثيه يقدر يسوي لك هذا الشكل الموجود يعني فاذا بس هذا شو يعتبر يعني صايره تغييرات في تركيب الوراثي العالم يعني يبتعد عن هذه التغييرات الموجودة حتى حجم الثمار يعني حصلون على حجم ثمرة كبيرة جدا كأن تكون لالنجية كأن تكون برتقالة كأن تكون تفاحة بالرمان فهذه اللي مغير في تركيبها الوراثي هاي الفاكهة والخضر حتى في مجال حفظها يعني الآن بالهندسة الوراثية
ينطون يغيرون بعض الجينات اللي تنطي مركبات تكون مضادة للأعفان والبكتيريا اللي يسبب تلف وتلوث هاي الفاكهة. نعم. بالإضافة إلى ذلك بالحقيقة بعض الدول المتقدمة بعد الجني يمررون الفاكهة والخضر بمراحل غسل وثم تعفير، يعفرون السطح الخارجي مالتها حتى ما يصير عليها أي نمو فطري أو غيره، وبالتالي يعني تحافظ عليها فترة طويلة. يعني شوف أنت هسه بعض أنواع الفاكهة خاصة الحمضيات، يعني البرتقال والليمون والليمون الحامض، أكو أصناف تبقى عندك حوالي شهراً ما يصير بها أي نمو. نعم. ولا تتغير صفاتها. اي لا، لانه تعقمت هي بهذا الشكل وبالتالي ما يصير. اكو بعض الاصناف اللي ما جاري لهاي التغييرات يجوز ما تطول 10 ايام وانت تاخذها من البقال تلقاها متعفنه او يعني متغير تركيبها. فهي حقيقه يعني الان العالم بدا يتغير خاصه في مجال التعبئه والتغليف. التعبئة والتغليف كلش مهمة بالفاكهة والخضر اللي تنطيك فترة حفظ أطول. أي إحنا حقيقة بالعراق عندنا يعني نقص بهالمجال هذا في مجال التعبئة والتغليف، بحيث يعني المزارع من يجي يجني الفاكهة مالته أو الخضر يجنيها بطريقة يعني ما تنطيك فترة حفظ طويلة، وبالتالي يكون التلف بها كلش عالي. هذا تعتبر خسارة لكل العراق، لأنه هي جزء من الأمن الغذائي يوفر لك هذا. يعني هذا غذاء دي يروح هيجي يعني ينتهي. وبالتالي يعني كل ما نطور مجال حفظ الأغذية وتعبئتها وتغليفها يكون أفضل، إنه يعني حتى دكتور. في مجال الأمن الغذائي دكتور، أنا هسه أنت حتى أثناء حديثنا عن التين القبرصي، تين كادوتا، العفو تين القبرص هذا الموجود مو تين كادوتا، ذكرت أنه قلت الموعد مال النضج مهم جدا لانه هذا يقلل من الخسائر. نعم. احنا شوف استاذ، بالحقيقه اذا تجي الى احنا اكثر منطقه بانتاج التين هي منطقه الشفل. نعم، بني مسلم. عندنا دراسات، لانه احنا كليتنا متخصصه في مجال علوم الاغذيه، ف يجون يقولون انه شلون يعني احنا نقدر نحفظ التين لفترات طويله. يعني انت شوف دائما تشتري وتاخذ يجوز ربع الكميه يطلع تالف متحمض، يعني الثمار هو شوفه شكلها نفسه بس بالحقيقه هاي اكو عمليات حياتيه راح تبقى تستمر نتيجه الحراره العاليه، تستمر وتولد يعني مواد اخرى تكون تجعل الثمار غير صالحه للاستهلاك او يعني غير مقبوله من قبل المستهلك. احسنت. فهي احنا في مجال التعبئه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني ضعيفين جدا، يحتاج لنا انه اولا تبريد لهذه الفاكهه والخضر وعمليه غسل وتنظيف وتثييب لها. ان شاء الله نتمنى للجميع ان شاء الله يعني تكون ثقافه التعبئه والتغليف عندهم مهمه لغرض الحفاظ على الامن الغذائي بالعراق والحفاظ على منتجاتهم حتى تنطيها يعني فتره حفظ طويله. جزاكم الله خير دكتور، ومشكور على هاي المعلومات المهمه. رحم الله والديك. طبعا اخواني الاعزاء، اثناء تجوال مشتل سيد عويس الحطاب يوم نلتقي بابو عبد الله، قواهم الله ابو عبد الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طبعا من محافظه صلاح الدين بلد لو من الدجيل، من الدجيل عفوا. اليوم زرتنا بابل، نتشرف بيك. شاءت الصدف انه نزور محافظه بابل، المحافظه العريقه باهلها وبتاريخها وبهوائها النقي وبأهلها الطيبين الصادقين. الله. فالحمد لله التقينا بالناس الطيبين أبو حيدر وأبو حسن وحضرتك، فشاءت الصدف أن نلتقي في مشتل سيد عبيس، مشتل المشهور بزراعته لأنواع الأشجار المثمرة وغير المثمرة. والحمد لله كان هذا اللقاء السريع المفاجئ، لقاء متميز وفيه من الفائدة لنا جميعا. فالحمد لله نتمنى أن نكون لقاءات مستمرة من أجل أنه نستفيد منكم باعتباركم أهل خبرة وتجربة في مجال الزراعة. فهمنا الوحيد إن شاء الله، وإن شاء الله هاي الهم ينزال ويتحقق الأمنية، وهي أنه النخيل وزراعة الأصناف النادرة في بلدنا العزيز الذي كان أرض السواد، وإن شاء الله بالمستقبل القريب جدا إن شاء الله يكون أرض السواد بأهله الطيبين وبسواعد الرجال الذين يتمنون الخير للجميع. فرصة
طيبة أن نلتقي بأهالي الحلة الذين ذكرهم طيب دائما. الله يحفظكم أبو عبد الله. يعني كثير من الأخوان يعني وما في مان المتكلم من ندخل المشتل ونلقى الإنتاج مالته عراقي ويكاثر الأصناف. يعني هسه من نقول التين العبيد السعودي من إجا للعراق وكاثر سيد عبيس الحطاب خلنا نقول بالآلاف، من إجا التين القبرصي وكاثر سيد عبيس الحطاب وهاي الحملة يمكن هاي الوجبة يمكن باع بالعشر آلاف انتشر بالعراق، وهسه إلى نية يوصل حتى 20,000 شتلة بهذا الموسم الجاي. يعني هذا الصنف بدأ يتأقلم مع الأجواء العراقية، فأنت انطباعك ويعني هل هذا الموضوع تأيده أنه إدخال أصناف جديدة حتى تقاوم التغيرات المناخية؟ من نعم الله علينا أن هناك رجال مخلصين في عملهم مثل سيد عبيس. سيد عبيس مخلص في عمله وفي إنتاجه، وسيد عبيس مشتله فيه الأصناف النادرة الجيدة التي نفتخر بها حقيقة. أحسن. هذه الأصناف والمت الجو العراقي، وسيد عبيس لا يبيع إلا الإنتاج الذي والم الجو العراقي. أحسن. لأن الجو العراقي جو حار ويحتاج إلى مقومات خاصة للنبتة. فالحمد لله سيد عبيس بإنتاجه التين القبرصي اللي نجح عنده ونجح عندنا وتين العبيد، ومن المعروف أن أرض العراق فيها خيرات كثيرة ولكن مع الأسف انقرضت. في الوقت القريب إن شاء الله تعاد هذه الأصناف الجيدة التي فيها فائدة للجميع. أحسنتم وجزاك الله خيرا. أستاذ اليوم أنت هم ضيف علينا في بابل. والله أنا نتشرف بكم. نعم احنا انتم ناس طيبين. الله يحفظكم وفرصه سعيده التقينا بكم ان شاء الله. زين والله يحفظكم ويقدركم على الطيبات. حياكم جهودكم الطيبه بزراعه هاي الشتلات الحلوه النادره. احسنتم. زين وان شاء الله الله يقدركم على فعل الخير. الله يحفظكم ويسلمكم. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظكم وسهلا بكم من هناك والله ابو عبد الله العزيز. اخوان الاعزاء مثل ما تشوفون الاجواء حلوه بصراحه، اجواء ممتعه بمشتل سيد عويس الحطاب. اصبح هذا المشتل يعني شلون تقول يعني مجمع لعشاق الزراعه من مختلف محافظات العراق يتوافدون لهذا المشتل.